بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه أجمعين. فائدة دعاء ويكوا بحث لا فعل اسم فعل تقسيماتي فعل اسم كلا دين سر إعراب. الإعراب أفرمي إعراب تشيا إعراب للغة بمعنى اشتيكو و لا لا اصطلاح جار معنى اشتيكا. الإعراب أثر يجلبه العامل في آخر الكلمة لفظا أو تقديرا، وأنواعه رفع ونصب وجر وجزم، فالأولان يوجدان في الاسم والفعل، والثالث يختص بالاسم، والرابع يختص بالفعل. والبناء كيفية في آخر الكلمة لا يجلبها عامل، وأنواعه ضم وكسر وفتح وسكون، فالأولان يوجدان في الاسم والحرف نحو حيث وأمسي ومنذ ولام الجر، والأخيران وأنواعه ضم وكسر وفتح وسكون، فالأولان يوجدان في الاسم والحرف نحو حيسو وأمسي ومنزو ولام الجر، والأخيران يوجدان في الكلم الثلاث نحو أين وقام وصوف وكم وقم وهل. أما مطلبك لبحث معرب ومبني ده إعراب كما سري باب إفعال بمعنى إزهار كردنا تبيين كردنا، أعرب عن كذا يعني بياني كرد تبيني كرد بمعنى تبينا. ووشكوا لو حديث دا هيا كبيا غنبر صلى الله عليه وسلم لفرمي الثيب يعرب عنها، السيب يعرب عنها لسانها، يعني يعرب معنى يعني إبان أكا إزهار رزايتك أكات جاب معنى بيان كدنو أشكرا كدنا. بلام لا استلاحي علمياني نحو دا خطا لهم لا يكين رازي به أم بابتاني تدايا يك يعني ما تعريفك كين ولا سر تعريفك ألا بتم تعريفك بزاهر أسانا ما هندك شتي تدايا. تعريف إعراب أوي أفرمي أسريك إعراب أسريك كوا أم أسرى، إعراب أسريك كوا أم أسرى جلبي أكا عامل جلبي أكا يعني عامل لك الخويدة أو أسرى دينيت أسر منزوري جاء لعبارتك مشخصك أبا أسر بتيلا لأن إدامة عبارتك تفسير أسرش أسر بتيلا قتله. أفرمي إعراب أسريك كوا إيجادي دكا ديكيشي هي يجلبه بو أسر دكتو أو أسر أكيشي إحداثي أكا تي أكيشي عامل تي إحداثي أكا عامل إحداثي أكا اللي تشودا في آخر الكلمة لآخر كلمة لفظا أو تقديرا جال ليرة دا أما تالبا لسر أما بيوستا كما قلت لي لسر أما تعريفي أما تالبا بيوستا بقلت لي أوك أفرمي مقيد كربة آخرة وكاكتي يجلبه العامل في آخر الكلمة أو أما كوا مقيد كدوا بآخرة واني أما خوي بنا باراس ولاشتك أما احتراز وخو باراس لاشتك نبالكو أما بيانا بو جيغاي عرب يعني جيغاي عرب والي شو لآخر كلمة دا بس هر نوع تغييرك هر نوع تحولك لأول كلمة لوسط كلمة روب دا إعرابني أو قطعا يعني أوا لتشوارتوي إعراب دا بدرة جاء أساسا لعلمي نحو دا أساسا بياني أحوال يعني بياني أوا داك ليك كلمي سلاس يعني اسم فعل حرف جايا قايا لإعراب لبنا دا تشيه تجايا قايا كان هي يعني كما معرب كما مبني تواب علم نحو لسر معرب ومبني بندروا ليردا أو تغييرات كوا الأوائل هر كلمة كورد لا بإعراب دان أندريا وقطعا أو تغييراتش كلا أول وسط كلمة أدريا لعلم نحو دا هجا قاكني وحش قسيك شي لسر ناكري بلكو قسلو تغييرات كري كوا لآخر كلمة عرود دا بس أمين كمسانيف دالي
يجلبه العامل في آخر الكلمة، آخر كلمة بو احتراز خو پاراسن لشتيني بلكو بو چيا بو اوي كوا جيجاي اعراب لكلمة دات عينكا پس جيجاي اعراب لكلمة دات عين بو آخر كلمة. دواتر سؤال ديتا بيش او جاري ويا مثلا كابلا دل جاخو مثلا وكو امرأ ابنم امانا جاري ويا وسطة كشان دقور دل جا ان ابن من رأيت ابن من مررت بابن من يا مثلا جاء امرؤ رأيت امرأ مررت بامرئ أو اللي يقول القرآن جاء كلمة امرئ هاتوا كوا لحالتي رفع آخرك كمرفوعة بلا وسطك شي مرفوع لحالتي نصب آخرك منصوبة بلا وسطك شي منصوبة لآخر رفع لآخر يكي لحالتي جرى آخرك مجرورة بلا وسطك شي مجرورة جوابي أما أوي ألين آغا أو نوع تغييري كلا وسطي امرؤ ابن مداد ديتا بيشوا أو اتباع يعني وسطك بر أسر عامل نيا كآواي ليدي مرفوع دبي كعامل كداوي رفع بك يا منصوب دبي شنك عامل كلا نسبة نا أما بو اتباع يعني تشاو لآخري كلمة كدك لقل آخري كلمة خوي هما هنگ دكا جاء البتا الليرة دا يك دانا مطلب كوا من إحساس دكم لتعريف إعراب لم كلمة ولا بعض كتابي كجدا لتعريف إعراب لم كتاب دا ولا تعريف إعراب لهند كتابي كدا جيجاي براستي كمونيا أويك بداخوا بعض التوجيهات بين كدو واستش لبردستم دا كتابي إظهاري لينيا باشترين تعريف بو إعراب من وايت دقم لإظهار دا علامة بركوي خوا روحي شاد كو درجات عالية كوا فرميتي أيش بوجورا ك الحمد لله رب العالمين إشارة بمطلبك كوا أو أسرك لآخر كلمة دا دروز دبيت فاعلية مفعولية مضاف إليه بوني كلمة أو أسر دروز دكا يعني واتا كلمة كا معنى يكيدوه كأو معنى يا هما هنگ ذاتا لغل نوع إعرابك دا كأما جوانترين تفسير وتوجيه إعرابك بوتا أسفانا لم تبعو لزوكتي بكش دا أو بابتا تاوتيونك راوا وأجر كسيدي هي جوان لتعريف إعراب عامل أو أنا حالي ببه لاي من باشرين كتبوا أم بابتا إظهاري إظهار الأسرار أربطة ناوي كتابك واقعا رازكاني إظهار كدوا درخستوا علامي بركبي خواه روحي شهدك كتاب إظهار كتاب إظهار باشرين كتابة لزور زمينة دا تحقيقاتي كي زور زور باشي تدايا بلا بس أما أو 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 اختش أو أسرا دبي عامل إيجادي كالآخر كلمة إنا خود بخود أو أسرا بي عامل دروز نابي وكو مثلا إسا زيد زيد كأوى مثلا دلي زيد وقف لسد كي بسكون بلام لقوتيا هي كعراء عاملك بيدابو عاملك فاعلي ويست آخري زيد لسر فاعلي مرفوع به عامل كمان بفرض مثال مفعولي ويست آخري زيد لسر مفعولية منصوب به عامل كمان جري ويست آخري زيد لسر مضاف إليه تبه مجرور به مثلا لا قوة ياها أو وقتي مطلبي شكاكا هيا ليرا كندا أو إشكالك لمصنف دجيري ككتي في آخر كلمتي با جواب بيقوتايا في الآخر وما ينزل منزلته وما ينزل منزلته بيقول أعراب أو أسرية كعامل جد بس أو اشتريك لآخر كلمة دا أهاد دروز دبير ورفعك ينسبك أو أسرك أو أسرك أو كما يجرب لنا في الكلمة أو خدا تفسير أسرة أو واجوام بيقول في الآخر وما ينزل منزلته أوش كوان نازل منزل آخر ذلك آخر بعضك كلمة منهن براسي آخر كان تيا آخر كان نيا يعني آخر كان محذوف بوا مثلا وكو يد دم أمانة كلمات يكن آخر كان محذوفة جا كلمة دوم يما وتوك عن الفعل كلمة أو عين الفعل كلمة نازل منزلي آخر كلمة لك يعني تي يعني عن الفعل جا يقايك
كبو ورقتني إعراب وآخر كلمة هي شنك آخر كلمة محذوفة دقيقا أو جاء قاعدة دين بعد الفلك جاء أمشتا لا كلامي مصنف ده ناقصه يعني تقريبا تعريفك أقل آوا بيايا جوان تربو ريكو بيك تربو باش تربو جاء أو أسرا كعامل أي شيش لآخر كلمة دايدني لآخر كلمة درستي دكا لفظا او تقديرا لفظا وتقديرا بعطفي او اما لواقع نفس الامر دا اللي حازي يعني واتبلين تركيبه اما حالا لاثر اثرك حالي وابه ملفوظ به يعني ظاهر به اثرك يا حالي وابه تقدير به يعني وجودي او اثر مقدرة بو لبر مانعك وكو مثلا بلين آخري كلمة كمان آخري كي ألفا جاك وقت آخري كي ألفا اللي ركان دا دبيني أو ألفا تشونك ذاتا 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 عزري هي لقبول كدني حركة دا أو طبيعتي حال وايا كإعراب قبولنا كحالتك دبي حالتك تقديري بس إعراب يعني كلمة كوا معربة نوع إعرابه كي دوداني يا ظاهرية يا بلين لفظية لفظي وظاهرية شيكا ودواتريش يا مثلا معزلة يا تقديرية أو 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 جاء وقتا مطلبي تشكش هيكا بيويسا بقوتري أو هيكا منظور با آخری کلمه دکری حقیقتا وکو چه بی وکو دالی زید آخری کلمه یا اوی که نازل منزلی آخری کلمه دکری وکو مثلا دالی ید او یدیون او آخری که حذف و افعالی خمسه جسد افعالی خمسه مثلا اعراب علامت اعراب لوانده شوه علامت اعراب لوانده شوه علامت اعراب لوانده امیج نازل منزلی آخری کلمه کری علامت اعراب لافعالی خمسه ده نونه گیه مثلا يضرباني بتي بزاني المعربة بويكا نوني بيويا او نون علامة المعرب بنيتي ولا حالك شل اخر كلمة دان شنك اخر كلمة بأغا بي يضربانيا يعني لعمل فلكي حتى الفكاج دي الفكاج ايوش علامة بحر حال تسنية وكوا بيويتي زميلي فاعلية كم ديسي امنونا متسنية باخر كشوا بلكو بزميلة كو متسنية كزميلة كزميلي فاعلية او اما او جاء وقتها ام جاء اعراب على جزء كلا كلمه يا جزء اجني تم اختلافك كهيا ناتي نسلو اختلافان اتلو او لازم ناكو بس دركوت كاعراب دودانه بشا اتلم ذا انواع اعراب يدخلون الى اخريه لشويه دا ظاهريه لشويه تقديريه وتشي وتشنيا بهر حال اعراب دركوت كادو بشا تقديري لفظيه يا تقديريه اما او وقتی اشتیکی که لیره کانادا بگوتری آواه جاری و مثلاً ما کدی لین لخوار و لبحثی مبنی ده جاری و مثلاً کلمه که مبنیه لجایگاه فعل قرار دگری بعضی متأسفانه لترکیبات دلن مثلاً فلان کلمه کبلاين مبنیه محل مرفوتیه بلاين دلن آنها که الان عربکی یعنی مقدره بو مبني جاء مبني حالتي شكي هي كغير حالتي معربة أو كإن شاء الله لآخرية بحث يكي دواتر أما تعريفي إعراب ما انتهو كدو أنواعه أنواع إعراب أفرمي هي أنواع بإعراب لتدا أنواع إعراب رفع ونصف وجر وجزم رفعي ونصبي وجري وجزم جزم دي قد كان رفع لقل ضميا نصب لقل فتحيا جر لقل كسريا جزم لقل سكون دا لواقع نفس الأمر دا فرقك يعني كيان هي توزق لطيفو اتناسكا انسان زوجاران سردرناكا كوا او فرقيا ببينه اغا عادة لهر كلمة دا يعني دو دا نشد ضرورية لمشتا بزانين مثلا رفع او ضم نصب او فتح جر او كسر او جزم سكون هر كلمهك كقترا مرفوعه يعني معربه منصوبه يعني معربه مجروره يعني معربه مجزومه يعني معربه بيتشوانا هر كلمه كتيان مضمومه يعني مبنيه لسر او حركه
مفتوحة يعني مبنية بلان لسلا وحركة، مكسورة يعني مبنية لسلا وحركة، ساكنة يعني مبنية لسلا سكون. أو دو رفع لواقع دا ثقت بو يقدان زمنا قتره لسر كلمة هي بلكو بدو زمنا دا قتره كدبيت تنوينك بشكل دو دان زما كتنوين جدونك ساكنية تلفزي بيدا كره أما للفزة تلفزي بيدا كره أما نانسر لخطه أو دوانية كوا خاص اسم معرب النسبش أو دو فتحية كبو جواريج دبيت نونيك بقول نونيك ساكنة جرش هروا بلا جزمان لقل سكون فرق أساسي يعني كو عرسان لك جاو جاري ويا مزا يسو غلام زيدين غلام آية مرفوع يا مزمومة نا مرفوع بو چونك آغا لنية إزافة چونك إزافة وشتش أوشتانش كلنية إزافة دان عادة چونك لما مضافة كان نابة تنوين ببه مضافة كتنوين كي لده بتواني جا علماء فرميانا المقدر كالمسكوري أما اشتك لده وكو مقدري لده تتعزي ليده بتواني چونك بنية إزافة ولي بتواني أما اشتك عارزية إنا أوش لده هر مرفوعة أم جا جزمة لغل سكونة أغا جزمة لغل سكون دا تفاوتي أساسي كلي هي تفاوتي كي چي جزمة أنه أقسامي هي كشاد قلبت نازان ما يستيز حضوري ذهن مني بلان شاد هل يرج لا بيخبنين بلان جزمة أم حالتاني هي سكون فقط يك حالتي هي وكو مذ مثلا مذ كم بفرض مثال من كما هي كان ساكني تهر حالتي هي سكوني كولا سر آخري كلمة نشاني مبني بنيتي بلام جزمة كنوع لفعلان دايا بوكو جر لإسمان دايا جزمش لفعلان دايا چونك جر ناتي تسر فعلان جزمش ناتي تسر إسمان جزمة چندانا يعني دروس سهر أو حصفي جاجاري ويا حصفي حركة لآخر دا مثلا لفعل هاي الصحيح دا حصفي حركة لآخر دا بلام لفعل هاي أو لفعل هاي مفردة هل الفعل هاي صحيح ده وهم هو الفعل هاي معتل ده عادة حصف نون يعني لذلك مثلا لم يضرب أو على حالتي جزمة كيبتية بحصف حركة هر أول ما بيخد سر تسنية يضربانية دلي لم يضربا أما حالتي جزمة كيبتية بحصف نونة دي قد كي أمشتانا لما بني ده وجودي النية دواتر مثلا هر لإدامي دا جاري وايا لمعتلة منظور معتلة علم نحو دا منظور ناقصة ويكال صرف دا بيلا ناقص يعني معتل لام چونك لإصلاح علم نحو دا كلمة أول وسط حرف إلا بيبا معتل دا ناندري چونك كاري علم نحو دا سال آخر كلمة بارحال وقت آخر كي حرف إلا بيلا معتل أيش هر دلان معتل إتر تقسيم من ديك لسرفة إلا نحو أوانية أو إنسان ليش يتبص السر مثلا لمعتلة حالتي زمن جوريك كالحالتي لا لنا فعل صحي دانية مثلا يغزو بغاوية أصلا كي يغزو ضم لسر وسقي لحس في أنه متى يغزو ووكي لقلا لنوسين دا بالتلفزي دا ساكنة لم يغزو بلا أول ما كدهيني لويدا حالتي جزمة كي بچيا بحس في حرف آخره. بس تماش هذا كي جزمة كحالتك إعرابية لقل سكون كحالتك بنائية تفاوت أساسي رشيان هي. رفع نصب وجر وجزمة أما شوار نوعي إعرابا. فالأولان يوجدان في الاسم والفعل. دو أول كان رفع أو نصب رفع أو نصب موجود نسبة يعني أم دو أنا مشترك هم اسم هيتي هم فعل هيتي اتروا اوانا كلن دخوين الاخوار اما هر اوان دايستي مثلا مثال جدينينا وانا بو رفع اسمو بو نسبة اسمو او بو رفع فعلو بو نسبة فعلو همو دينينا ان شاء الله والاخلية همو دانينينا وانا بمثالوا دواي برزان دفرمي والسالسو سيوم دانا كجرية يختص بالاسم اختصاصي هي باسم يعني فقد اسم مجرور دابه فعل مجرور بنينية
والرابع بالفعل تشوار من يعني كجزمة اختصاصية بس هو بفعله يعني فعل مجزوم دابي اسم مجزوم نابع جاء وكل بيرتان بي لم سمرية دا او معرس كردن كوا اللواقع دا ام كتابة ام نوسري ام كتابة ل سيوتي يعني لألفية واتاني نوس ابن مالك خويل رازي به ودواترج لابن هشام خوا لهم ولا كان راضي به زور متأثر ونوع كتابه كشي اختصارك شديد ابو الفي ابن مالك بشي جملات ومفردات كشي اختصارك شديد شديد ابو بابي اولي مبني وبابي تشارمي مبني دواي برزان افرمي سيوم لا اس ان دار زكاه جائزة مثلا امريكا ارزم كردن كجر الاسمان دايا لام الفي دا دلا فرفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بان ينجزم او ليدا صريحه هر اما طلبيا بلا ام كدويت ينا نسر او ليدا بشارك ينايتي اما تعريفي معرض اعراب تعريفي بناء بناء افرمي بناء كيفيه بناء جاء البتة كدلين يج مطلبي كما وبيج أو كباب تشين السر أوي يج مطلبي ك كإن شاء الله يكتي كسيجوز إما ولا سري كبيلين أوي كدلي أنواع إعراب رفعية نصب يا جر يا جزم يا رفعة بحركة همانو بحرف شمانو كل درس عندي دلي نصب بس يا جورة بحركة همانا بحرف همانا بحذف همانا دقدك جر بتي همانا بحركة همانا بحرف همانا أو جزمة بسكون همانا وبحذف همانا أو أمزة رفع شيء بيشخص بس نسبة جرانة شونك وكو زور بي علماء واكل شونك قولتين حالة إعرابية شونك إعرابي عمدي كلامة وكلام هميشة لمرفوع خاليني بلام زاري وكلام دي النجري تدا ننسبة تدا أما مطلبك كوا الزروري بو بحث كناك أمزة بناتيا أفرمي والبناء بناء أفرمي بمعنى اللغة منا سبوتا واقعا شتيكا ثابت من دقارة وهر بوية أو تناسبي معنى اللغوية كي لقل إصلاحية كيتي عاوي لك دوكا بوشت ظلام مبني يعني قابل دسكاري نكردن وكو عرابنيا كرت دبي برفع وكرت دبي بجر وكرت دبي بنسبة أم هر هي كيفيتي هي والبناء كيفية في آخر الكلمة لا يجلبها عامل بناء كيفيتك يعني هيئتك شكلك جورك كوا أو هيئة شكل لآخر كلمة داهية هل وكو إعرابج لآخر كلمة داهبو بلام بم تفاوت كليا كلولا لإعراب داوتي يجلبه العامل أو أسرك كإعرابك عامل إيجاء جلبك أو أي شيء ودرسي لك لآخر كلمة داهية بلام أم جلبي كيفيته هاي يجلبها وكيفية دستوانه جلبي أم كيفيته هيج عامل اقنائك يعني ذاتا أمشتا كهي مثلا حيث حركتك وكو ضميت إلى الأخرية أم كيفيتك أو ضميا أو كيفيته بوسيلة هيج عامل اقنائك دان دراو الأخرية حيثو مثلا بفرن هؤلاء كسر لآخر كيفية أم كسر كيفيتك كهيج عامل لآخر داني ناو بز لودا ليكشتا اشتراك يعني هي مهرب مبني ليكشتي أساسي دا افتراق يعني هي لودا كيفيتك لمبني دا وكو إعراب لآخر كلمة دا بو إي مبنيج لآخر كلمة دا بلان بو تفاوتا كلك عرزم كدن إي إعراب عامل سببا لويك أو أسر لآخر كلمة بلام إي بنا مبنية بواتيش كمبني عامل حج نقشيك لوجود أو هيئة كيفية جاظا ما يسكون كسري هرشيك كالآخر مبني ده عامل حج نقشيك دوريك أما بسي كل مريدي مبني أو اختي كاكا
وقتی امدا مطلبی کش کپیس بزن ری آغا اعرابی کفیش خب سر بینا ده اصل اسمان دم ربونا جاد وای مبنی بونا مبنی فرعی اعرابا و بوش اعرابی پیش خستوا لیرا کاندا چون که هر اسم کبوب مبنی ده اصل لاده ده الاصل هذا ده بس هر اسم كذبه بمبني ام سؤال نتياده كري ام اولا بو مبني اولا بو مبني هر اسم كذبه بمبني دلين بو مبني اگر معرب سؤالي لناك بو چونك اصل هو معرب لباشا اگر مبني بو علين بو مبني نبو لسرسكون اگر مبني نبو لسرسكون سؤالي دون جزء به با مبني بو يا لسسكون بو لسر حركة مبنية سؤالي كدرز دبيت ام جعل لحركة دا بو لسر او نوع حركة مثلا مبنية او ام سؤال انا درز دبنا بشا بلام لحرف دا چونك اصل لحرف دا مبني بونا او سؤال درزنا به كبو مبنية بو طالعين چونك اصل لحرفان دا مبنية بلام سؤالي دوم كبو مبني اجا مبني ولا سكون سؤالي دوم نابي چونك اصل او مبني بلا سكون اما كبو بحركة برسيار دكري بو مبني لسر حركة لبر دلين لبر فلان الدليل او بلان اي اسم اجا بو مبني او سؤال انه مدرس زبن او دوات البرزان وانواعه انواعي بناء ضم وكسر وفتح وسكون الامانة البد ام شاد بجهتي اشتراككي كلام مو كسر لا اسم حرفه هيانا هنا بيتي إنا أصلكي أوايا أصلكي بناء بأصل ديني أول مبني لسكونة دواي فتحة دواي كسرة دواي ضمة أوايا أصلكي بلام إتروا ك أبو جوريا أو لبر أو هنا بيتي دلف الأولاني يوجدان في الاسم دو أول كان يعني ضمة وكسرة لاسم الحرف هذا زكون مثلا وكوتشوكو حيسو وكو أمسي حيث اسم مبني لصدم أمسي بناء لسر أم قصيك أم فرميتي ليرا كندا أمسي دبيتا ظاهرا أيشهر اسم بل أيشهر اسم بلا مبني لسر كسر أو وقتي منذ ولام الجر بلى ليردا ظاهرا اشكالك دروس ده بايش هو يا الله على فالأولاني أو دو أولانا كضم وكسرا يوجدان في الاسم والحرف اسم مضموم وكو حيسو اسم مكسور بلا واهر واه بلا اسم مضموم وكو حيسو اسم مكسور وكو أمسي بلا درستا حرف مضموم وكو منزو حرف مكسور وكو لامي حرف جر جاء وقتي استحيسو كدلين مبنية البتا وحشتك كمبني دي بيت دليلك أساسي هلا مبني بونا كده مبنية بو چونك نيازي برا الجملة هي بنيازي كي لازم ودائمي مبنيش لسر حركة بو يفرق به لبيني أوشتا كأصلكي مبنية وأوشتش كمبني بونا كعارزية بو نشانة بو إشارة بي برا أو كآغا أم حيسو ريشي هلا إعراب ده وام جابوش مبني لسر حركة أو حركة ضمة چونك الشبات هي بغاياته وشو شباكش هي أوه يا غاد كهمش إضافة دكرين أميج مستحقة إضافة البتا جاري وابلو مفرد يجي دكرين بلان زوزور بكمي بلان زوتر إضافة دكرين برو تي برو جملة پس لبر أو كإنيازي هيا برو جملة حيسو أثرا جملة كجملة فعل بيا جملة اسمية بي أو دبيت مضاف إليه بو حيسو
يتر تقريبا او اصلي مبني بناكيتي بس تكراريا كمان مبنيه لبلوي نيازي هي بلو جمله بنيازك لازم استح اول لودا شبهات افتقاريه بحرفها حرف جبوي معناه يخوي بدا نيازي بجمله ك ب او جمله معناه حرف دزناك هو بدزنايا اما مطلبك الظريف بس او وجه مبني بونك او وكو حرف كأساسا خوي مبني نيازي برو جملة كيا برو متعلق كيا بوي معنى كي أدابك أم حيث مبنية لو جاتو شبهتي بحرف چونك أمج نيازي هي برو جملة جا جملة كجاري وحرف فعلي بيا اسمي بيا ووقتي مبنيش على سر حركة بوي إشارة بيا بوي فرق بيا لبيني أوشتا كأصلا كي مبنية ولبيني أوشتا كمبنية كي عارزة بس مبني بوني أمي عارزية برسري او افتقاري كواهيتي بلو جملة بوتمبني لو جهتها شبهاتي هي بحرفه واو وقتي حركة كش كمبنية لسري حركة ضمية بوتون كشبهاتي بغات وغادك وقبل وبعد امانة كظروف ظروف غات شوار حالتي هي لسي حالتي عندها معربا لحالتي كان مبنين كإذا فكان لنيتها ببي لمعنى دا ببي لتقدير دانا ببي لمعنى دا ببي اما مطلبك لسر او امسيش لخزمت انا عارس كم اسمه مبنيه لسر كسره أمي مبنيه چون كم معناه لام تعريف الى خوي قلتوها ولام تعريف حرفة خب طبيعه چون كم لام تعريف كداخله تسر اسمي كي نكره معين يك ام سيج وقت يك مبنيه لسر كسر كو مفصل لقطر النداده ولا شذور ذهب دهتوا كات مبنيه لسر كسر كب معناه الروجي بيش امره به نقب معناه الروجك لروجان به لروجاني رابدو امسي وقت بمعنى دوين يبو امرو امرو يا روجي بيش امرو دوين يا مبنية لسر كسرة بو چونك نوع تعريفي بيادة دا دوين مشخصة كتيا وكلامي تعريف دا باسمي كي نكرا كحرفيشا بس مبنية چونك لخوي قلتوا معناي لامي تعريف اما حد لم جهتوا شبهتها بس يب حرفها ومبنيش لسه حركة بوي اشارة بوي كباب امش اصلك هي العرب ده وحركش كش كمبنية لسري كسرية لبر خاتية وين خوبا راسم اللي تقال ساكنة مثلا امس اذا حرك القال ساكنة رودة بيني ميمكو سينكا واذا امش قاعدة كلية واذا حرك الساكن اذا حرك حرك بالكسري ساكن وقت حركي وحركة دار منخص وحركة دينا بجي بكسرة اما او مطلب دواتر برزان أفلم ولا خيران يوجد في الكلم الثلاثي أو دواني آخري كوكو فتح وسكون به لكلمة سجانة يعني لاسم فعل وحرفة دزكون وكو أين استئما أين لخص مثلا عارف كم اسم مبنية لسرتي لسر فتحة قام فعل مبني لسر فتحة صوت حرف مبني لسرتي لسر فتحة وأوختي لخزمة عرس كم حرف مبنية لسرتي كم معزرة اسم مبنية لسرسكن قم فعله مبنية لسرسكن هل حرف مبنية لسرسكن كل أمانة أم دواني آخر يعني فتح وسكن مشتركي بين هرسك يعني لما وكسر لاسم حرف ابن مشترك بن بلان فتح وسكن مشتركي بين اسم وفعل حرف اسم وفعل حرف جا لبر اويك كاتب بانجا يتربون ديك تفادكين واقل مطلبك ما بو ان شاء الله تعالى لدرس عند الين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.